صديقي انا جاي لك بقى النهارده في يعني في مش عارف اجيبها لك ازاي، في مفاجاه الجمعه الجايه هتقولي فين، اقول لك في الدي في ام طبعا يعني من غير كلام. حلو، المفاجاه دي بقى ايه؟ في حاجه بتتفرد قوي، حاجه كده سبريد. هتقولي ايه السبريد ده؟ هقول لك انا مش عارف يعني مش هقدر اقول لك كل حاجه صح، بس عايز اقول لك ان انت هتيجي تشرفنا. ليه بقى؟ عشان يبقى في مفاجآت، في جوائز، في امبليه اتنين في الهواء، في حاجات غريبه هتحصل، فانت لازم تبقى موجود على البوست بتاع سبريد. انت خش كده يا صديقي على طول اسال على البوست بتاع سبريد، بيقدم ايه سبريد؟ ما تسالنيش بيعمل ايه سبريد، مش هقول لك، انا عارف بس مش هقول لك. طب ايه حكايه سبريد؟ حكايه كبيره جدا جدا هنحكيها مع بعض، بس لازم تبقى موجود يوم الجمعه الجايه في البوست بتاع سبريد. اسال في الدي في ام، اول ما تخش اسال فين بوست سبريد، عشان هيبقى فيه جوائز، فيه حاجات كتير مش هينفع اتكلم. هنستناك يا صاحبي الجمعه الجايه، ها البوست بتاع سبريد، وهتلاقيني بقى ايه في 3 4 بوستات، هتلاقيني بص هنتنطط مع بعضينا. سلام سلام، مستني الجمعه الجايه. سلام.